نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي داخل أحد القاعات بمدينة أسوان بحضور أعداد كبيرة من السياسيين وبعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة. كما شارك في المؤتمر رجال الدين من الأوقاف والأزهر الشريف وعدد من طلاب جامعة أسوان والمواطنون، حيث أعرب المشاركون عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية في ربوع محافظة مصر. أيده ونؤازره، وأنا من هنا طبعا بأناشد كل الإخوة الأهل في محافظة أسوان بالنزول أيام الانتخابات بعدد كبير جدا وإدلاء بأصواتهم عن الرئيس السيسي في أي مكان يدعم المرأة ويثمن بمجهودتها الاجتماعية والسياسية. فنشكر الرئيس، وإحنا اليوم جايين كأمينة المرأة والمرأة أجمعين بأسوان لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة. واجب على كل مصري أن يراعي بلده وأن يراعي ضميره، لأن الإنسان حينما يخرج لكي يدلي بصوته فليعتقد تمام الاعتقاد أنه مسؤول أمام الله عز وجل، لأنه دي أمانة وفي نفس الوقت شهادة. بكل القوة نحن وراء فخامة الرئيس، ولن نتخلى ولن نقف أبدا إلا معه وتحت قيادة سيادته. وأرجو من كل الشباب وكل الشعب المصري أن يقوم بهذا الأمر دون تردد، لأن الرجل بيده مستقبل مصر ولم يفعل إلا ما يصلح لمصر والمصريين. الرئيس السيسي قد أنجز الكثير من المشروعات القومية وحقق الكثير لدى المواطن المصري من مبادرات حياة كريمة ومبادرات الصحة، وأعطى المواطن المصري، فمن حقنا احنا كمصريين نرد الجميل للقائد عبد الفتاح السيسي في هذه الفترة الانتخابية ودوره الكبير اللي قام به في القضية الفلسطينية، فكلنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا نرد الجميل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هو حقيقة رجل المرحلة، وبصفتي مدير عام للشباب خلال هذه الفترة يعني احنا بنلحظ العديد من التقدم والتطورات الحاصلة داخل الشباب والرياضة وتحديدا داخل محافظة أسوان. الرئيس ده اسمه الأمن والأمان، الأمن والأمان لمصر، الأمن والأمان للشباب وللسيدات وكل حاجة، ويجب على الكل ينزل يشارك والكل ينزل يدي رأيه، ورأي المرأة بالعكس رأي فعال، لأن هي بتحس الناس وبترشدهم وبتوعيهم.